نبدأ من الأستاذة نهال. أستاذة نهال، أيوة. الطلاق على الإبراء، أنت تعرضتي للمشكلة دي مظبوط، وأكيد في كثيرات تعرضنا لهذه الحالة في كتير الصفحة بتاعتكم. احكي لي على كتير. التجربة بتتم إزاي؟ التجربة بتتم إن الست لما بتاخد قرار الانفصال وتكون هي اللي أخد القرار، مش الراجل أو الزوج هو اللي بيكون أخد القرار، فبيبقى أنت لو عايزة تطلقي حاجة من الاتنين، يا هتبريني يا هتدفعي. وبالنسبة لي أنا تعرضت للاتنين، يعني انا تعرضت تبريني للاثنين. وتدفعي ازاي؟ اشرحي لي دي. يعني تبريني من مستحقاتك كلها حقوقك كلها. كلها كلها، يعني يا دوب تطلعي بهدومك، ويبقى كويس قوي لو طلعتي بهدومك. لما وافقت على الابراء، اوكي خلاص تمام. طب اجره المأذون، انا مش هدفع اجره المأذون، مفيش اتعاب مشكله. المأذون. في الطلاق مفيش مشكله، هدفع اجره المأذون. انتي انا دفعتيها. بالفعل بالفعل فعلا دفعتها، بريته من كل حاجه. اثناء واحنا خلاص اثناء المفروض الطلاق بقى خلاص، والمأذون موجود. طب هتدفعي كام؟ علشان هتدفعي كام علشان اطلق؟ بس لولا ان كان هو ليه ظروف معينه كده، دي اللي ممكن انا ضغطت بيها علشان، طب انا لا انا مش هدفع، انا كفايه قوي ان انا بريت، وكفايه قوي اجره المأذون اللي انا دفعتها، والطلاق. وحصل الطلاق بس بضغط، يعني في نقطه معينه حصل فيها ضغط، لولا كده ما كانش هيحصل طلاق. طبعا طبعا يعني دي كان حالات طالب كتير، تبريه وتدفعي كمان. والاتنين ابري وادفع كمان. هل ده خلاكي تترددي؟ خالص هي خالص المرأة لما خالص. بتبقى واخدة الواحدة لما بتكون خلاص، اصل خراب البيت مش بسهولة، يعني الست، والست تحديدا لما بتاخد قرار ان هي تنفصل، وان وخصوصا لما بيكون في اطفال، يعني انا عندي ولد، لما بيكون في اطفال فخراب البيت ما بيكونش بسهولة، بيكون بعد طبعا تفكير، ما بتكون خلاص الست او الزوجه بتكون خلاص فاض بيها، بيبقى مهما يعني مهما كان الثمن هي مهما كانت هتطلق. النتيجه بقى هتطلق. يعني لو كان ممكن، لو كان ضغط كمان عليا شويه في ان انا ادفع في سبيل ان انا كنت اخلص، كان ممكن ان انا فعلا اوصل لمرحله ان انا كان ممكن فعلا ادفع فيها علشان في حالات كتير زيك من خلال الصفحة كتير بتاعتكم. كتير كتير. ده في حالات إبراء، وفي حالات عدم نفقة، وفي أطفال خطف، وفي كل حاجة، في كل ما حضرتك تتخيله موجود عندنا من الأمهات. دي مشكلة فعلا احنا بنواجهها جدا جدا جدا، ان بعد الطلاق حتى لو بريته وخلاص ما أخدتش منك حاجة، هي بريتك من كل حاجة، بتحصل بقى المساومة على الأطفال، الأطفال طبعا بتحصل دي قصص المساومة كبيرة على هنتكلم فيها، بتحصل طبعا المساومة على الأطفال. إنما أنت ما سألتوش قلتي له يعني إيه أبريك؟ مش أنا ليا حقوق؟ لا لا، مش أنت اللي طالبة الطلاق، أنت اللي طالبة، أنت اللي عايزة تتطلقي، يبقى أنا مش هدفع حاجة، أنت مش هتاخدي حاجة. أستاذة